السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا دكاتره؟ اخباركم ايه؟ معاكم دكتوره هنادي القط. بسم الله نبدا. المره اللي فاتت ابتدينا في برانش جديد اللي هو الفيرولوجي، صح كده؟ طيب خدنا اول جزء في الجنرال، تمام، ومعانا كمان بعد المحاضره دي محاضرتين او ثلاثه ونكون خلصنا الجنرال ونبتدي نخش بقى ايه في الفيروس نفسه، تمام. قلنا ان الجنرال فيرولوجي مش منفصل زي البكتيريولوجي، يعني البكتيريولوجي الجنرال فيه كبير، تمام، ففصلينه عن السيستماتيك، لكن ده لازم نعدي عليه عشان نخش على الايه، على الفيروس. هي حاجات بسيطه، تمام. المره اللي فاتت قلنا كلمتين كده بصوت خالص عن الفيروس، عن مش عارفه شكله بيعيش ازاي، مش عارفه ايه، وقلنا عن الاختلافات بينه وبين البكتيريا، صح كده؟ طيب وقلنا الاستراكشر بتاع الفيروس بصفه عامه، صح كده؟ طيب وابتدينا ناخده بالتفصيل، خدنا جزء جزء وفصصناه. خدنا الجزء الاولاني المره اللي فاتت اللي هو الايه، النيوكليك اسيد، وقلنا يا اما ار ان اي يا اما دي ان اي، نيفر ايه، نيفر بوث، تمام. طيب وقلنا ان النيوكليك اسيد هو الجينيتك ماتيريالز، وقلنا ان النيوكليك اسيد يكون دي ان اي ار ان اي، يا دبل ستراند يا سنجل ستراند، يا بوزيتيف سنس يا نيجاتيف سنس، وشرحنا فيها واستفضنا فيها المره اللي فاتت، تمام. وقلنا النيوكليك اسيد هو مسؤول عن الفيرولنس، صح كده؟ طيب بعيد بس سريعا عشان نربط الاحداث معاها. طيب ده كان اول جزء في الاستراكشر، تمام. طيب تاني حاجه بقى اللي هي الكابسيد، فاكرين المره اللي فاتت الرسمه الجميله اللي انا كنت رسمها لكم؟ مثلا يعني ده قلنا النيوكليك اسيد وقلنا ده الايه، ده الكابسيد، تمام. طيب الكابسيد ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن بروتين. احنا قلنا تعالوا نرجع للمثال بتاعنا بتاع المرة اللي فاتت للناس اللي مركزة معي، قلنا ان الفيروس ده انا هو نيوكليك اسيد، تمام، لابس الكوت بتاعي اللي هو الكابسيد، الكوت اللي قلنا المعطف، تمام. طيب يبقى انا عبارة عن حتتين كفيروس، تمام، في الغالبية، تمام، يا نيوكليك اسيد بتاعي يا دي ان اي ار ان اي، وحواليه بروتين كوت، الكوت اللي هو المعطف بتاعي اللي انا بلبسه، تمام، هو ده الايه، الكابسيد. طب الكابسيد ده متكون من ايه؟ احنا عرفنا ان هو بروتين النيتشر، طبيعته ان هو بروتين، صح كده؟ حتى اسمه بروتين كود. طيب متكون من ايه؟ بيقول لك بص الكابسيد ده الوحده الكامله اللي هو اللي انت شايفه قدامك ده. طيب هو في حاجه كده بتتكون حته واحده كده ولا اجزاء جنب بعض وانت بتجمعها؟ اجزاء جنب بعض هو مجمع، زي ايه مثلا؟ يعني نقول مثالين، عارف الشطرنج؟ الشطرنج اللوحه بتاعت الشطرنج دي حته سودا وحته بيضاء، حته سودا وحته بيضاء، كلهم زي بعض وقد بعض، صح؟ الحته الواحده دي لما جمع بقى الوحدات دي كلها، السب يونتس دي كلها، تطلع لي اللوحه بتاعت الشطرنج. هو هكذا عندك بقى، بيقول لك ايه، الكبسيد بيتكون من ميني سمول بروتين يونتس، بروتين يونتس اسمها كابسومير، مير دي يعني يونت، دي يعني يونت، اللي هو المؤخرة أو الكلمة بتاعت مير دي يعني ايه؟ يونتس يعني وحدة، تمام؟ اللي هو السفكس المقطع ده، تمام؟ طيب يبقى هنا دلوقتي الكابسيد ده عبارة عن كابسومير جنب بعضيهم، كابسومير كابسومير كابسومير، يجمعوا لك الكابسيد، زي قلت لك الايه؟ زي الشطرنج أو زي البازل، عارفين البازل اللي بنجيبه بتبقى لوحة كده وأنت بتجمع الصور جنب بعض لحد ما تعمل البازل كله؟ أهو البازل بقى كله ده الكابسيد. كل وحده لوحديها دي اسمها الكبسول، لما يتجمعوا يعملوا لي الشكل النهائي للايه، للكبسول. يبقى الكبسول ده هو البروتين كود، تمام كده، الوحده الواحده منه او السب يونت منه اسمها الكبسومير، تمام، وهو بيتكون من ميني سمول بروتين سب يونت اللي هي الايه، الكبسومير. طيب كده عرفنا تركيبه وسهل. طيب انا قلت لك من شويه، اسفه، قلت لك من شويه ايه، قلت لك ان الوحدات دي جنب بعضيها بتعمل لك الكابسيد. طب تعالوا نشوف بقى ايه فايدته، يعني الكابسيد ده فايدته ايه. انا قلت لك ان انا نيوكليك اسيد وعليا بروتين كود، اول حاجه تخطر في بالك او تيجي في ذهنك لما اقول لك ان انا بروتين كود، يبقى انا بعمل ايه؟ الكود اللي انا لابسه ده، المثال بتاعنا، الكود اللي انا لابسه ده، المعطف ده لابسه ليه؟ عشان يحميني من البرد، صح كده؟ عشان يحميني من السقعة، طبيعي جدا، ده حاجة منطقية، تمام؟ يبقى أول وظيفة للكبسيد هنا إن هو بيعمل بروتكت للنيوكليك أسيد من الانفايرمنتال فاكتورز، صح كده؟ إزاي؟ يعني مش سايبه عرضة بقى للعوامل البيئة
تبوظه تموته مش عارفة ايه، لا ده بيحميه صح كده، زي ايه زي الكود اللي انت لابسه مش سايبك عرضة للسقعة بحيث ان انت ممكن السقعة تموتك صح كده، لا ده هو بيحميك من الايه من البرد، وهو برضه هكذا الكبسول بيحمي النيوكليك اسيد من الايه من الانفايرمنت الايه فاكتور تمام. طيب ده اول وظيفه ومنطقيه وعادي عارفينها، ان اي حاجه بتحيط بحاجه بتحميها صح كده، زي السيلول لما كان بيحيط بالسيل ممبرين عشان يحمي الخلايا، والسيل ممبرين كان بيبقى بيحيط بالسيتوبلازم عشان يحمي مكونات الخلايا صح كده، كل حاجه لازم لها حاجه حواليها ايه عشان تحميها صح كده. طيب يبقى الكبسول بيحمي ايه، بيعمل بروتكت للنيوكليك اسيد تمام. طيب بص بقى يقول لك ايه بقى تاني حاجه، الاورجن اوف التشييت. بص بقى في نقطه انا نسيت اكتبها لك هنا، ان نان انفلوب فيروس تمام. يعني ايه ان نان انفلوب فيروس؟ خد بالك الفيروس ده بسميه نان انفلوب اللي هو عباره عن حتتين، النيوكليك اسيد والكبسول. طيب صاحبنا ده لما يعوز يعمل انفكت للهيومن سيلز الهوست سيلز تمام، عايز يعمل لها انفكت عايز يمسك فيها هيعمل ايه؟ ما هو لازم يكون عنده اورجان اوف اتاشمنت صح كده تمام. نرجع للمثال بتاعنا بتاع الكود، الراجل اللي لابس المعطف بتاعه ده. طيب الراجل ده هل يا ترى مدخل ايده كده في المعطف او في الجاكيت اللي هو لابسه ومش عارف حد بيقول له خد حاجه مش هيقدر يطلع ايده ويتعامل؟ لا ازاي، ما انا لازم اتعامل، طلع ايده هات خد، لا انا همسك في ده، لا انا هضرب ده، لا ما خلاص انا ما عنديش الا دول، يبقى لازم اتصرف. مش الجيش بيقول لك اتصرف، ما هو ده لازم يتصرف برضه تمام. يبقى هنا الكبسول في النون انفلود فيروس هو الاورجان اوف اتاشمنت صح كده، ما هو لازم يمسك، ما هو لو ما مسكش ما مش عارف يعمل انفكشن صح كده، يبقى لازم يروح يمسك على الريسبتور اللي موجود على سطح الخلايا بتاعت الهوست سيلز صح كده، عشان يعرف يعمل ايه، يعرف يعمل لك انفكشن، يعرف يعمل انفكت صح كده للخلايا اللي مسك عليها دي تمام. يبقى عندك الكبسول هو الاورجان اوف اتاشمنت ان نان انفلوب فيروس، في الفيروس اللي ما عندوش ايه انفلوب تمام. خلي الكلمه دي ايه في دماغك. طب واحد يقول لي دلوقتي بقى ايه، واحد ناصح كده يقول لي يعني انا دلوقتي لو الفيروس بتاعي انفلوب انفلوب، لا ده الفيروس بتاعي بقى بص، لا ده الفيروس ايه بتاعي طلع انفلوب اهو تمام. طب انا لو شلت الانفلوب ده يبقى الكبسول اورجان اوف اتاشمنت؟ اقول له لا. لا ازاي انت مش بتقولي لي ان هو الاتاشمنت؟ لا انا بقول لك في النون انفلوب، لان هو لازم يواجه المجتمع ما عندوش حد يحميه، هو لازم يواجه بنفسه والا هيتاكل صح كده، لا يبقى هو لازم يواجه بنفسه. لكن الانفلوب ده فيروس ده بقى زي ايه؟ زي واحده ست كده متجوزه تمام، جوزها مستتها ومعيشه عيشه كريمه وعيشه هنيئه وعيشه حلوه تمام، والعياذ بالله الراجل ده في يوم من الايام توفاه الله مات تمام. فبيقولوا لها انت هتعملي ايه؟ بتقول لهم ما اعرفش، اصل انا ما اعرفش اعمل ايه، ليه؟ اصل جوزي هو اللي كان بيصرف علينا وهو اللي كان بيخدمنا وهو اللي كان بيجيب لنا كل حاجه، فانا من غيره مش عارفه اتصرف. ازاي يعني؟ اصل انا ما اتعودتش اشتغل، يعني ايه ما اتعودتش اعمل حاجه، هو اللي كان بيعمل كل حاجه. طبق المثال ده هنا، يعني ايه الانفلوب ده زوجها، هو اللي كان متعود يعمل كل حاجه تمام، هو اللي متعود يصرف وهو اللي متعود يجيب وهو اللي متعود يقفله في كل حاجه، هوب في مره ما لقيتش الانفلوب ده، بقى الكبسول كده العريان، بقى الفيروس يعتبر عريان تمام، شلنا الانفلوب بتاعه فخلاص بقى الفيروس ده خلاص انفكتيفيتي ان اكتيفيشن خلاص ما بقاش شغال، خلاص كده الفيروس خلاص مات، ما خلاص ما عادش ليه لازمه. ليه؟ لانه فقد عنصر الحياه عنده اللي هو الاورجان اوف ايه اوف اتاشمنت، الحاجه اللي يعرف ينفكت بيها غيره صح كده. يبقى انت عندك في النون انفلوب فيروس الكبسول دي الاورجان اوف ايه اتاشمنت، لكن في الانفلوب لا، الانفلوب هو اللي بيعمل الاتاشمنت الجلايكوبروتين سباكس اللي عليه صح كده. لكن لو شلت الانفلوب في الفيروس اللي هو الانفلوب ده وخليت الكبسول ده ما يقدرش يشتغل، ليه؟ ما تعودش على ان هو يعمل اتاشمنت، ما تعودش انه ينزل يشتغل، ما تعودش انه يحتك بالناس صح كده، كان الانفلوب معززه ما كانش بيخليه يعمل حاجه تمام. ومن لما شلنا الانفلوب خلاص شلنا من عليه الغطاء اللي كان مداري عليه، خلاص كده كانه ايه مش موجود، ان اكتيفيشن ما بقاش حتى بيعد، لان الحاجه اللي بيروح يمسك بيها عشان يعمل انفكت للسيلز ما بقتش موجوده
تمام؟ عشان الامر ما يختلطش عليك. افتكر المثال بتاع الست اللي زوجها توفى دي، وانت هتفهم ايه الموضوع هيشبك في دماغك بسرعه، تمام؟ طيب يبقى هنا الكابس ده، الكابس ده عشان بس الناس تبقى مصحصحه معايا، الاورجان اوف اتاتشمنت ان انفلوبد فيروس، والانفلوبد فيروس لو شلت الانفلوب عمر ما الكابسيد يبقى هو الاورجان اوف اتاتشمنت. ما تعودش على كده، ما اشتغلش الشغلانه دي قبل كده، ما خرجش بره بيته، الانفلوب هو اللي بيعمل له كل طلباته، صح كده؟ طيب تالت حاجه بقى، تالت وظيفه للكبس اللي بيقول لك ايه؟ ريسبونسبل فور فايرال سيمتري، يعني مسؤول عن الشكل بتاع الفيروس. يعني ايه؟ بص بقى، ما هو اصل انا دلوقتي انا وانا لابسه الكوت، نرجع تاني للمثال بتاعنا، تمام؟ انا لابسه الكوت، صح؟ الكوت بتاعي بياقه، تمام كده؟ طويل مفتوح من الجناب، صح كده؟ طيب واحد تاني لا، الكوت بتاعه مثلا بكتفات، له شكل من هنا جاي هنا بسبعه، الزراير بتاعته كبيره، مش طويل لحد الارض، لحد الركبه بس، ومفتوح من الجناب. كل واحد فينا ليه شكل. طيب لما جم يدوروا على السيمتري بتاع الفيروس، الشكل بتاع الفيروس، لقوا ثلاث حاجات او حاجتين وحاجه ثانيه ايه؟ اكسبشن، تمام؟ لقوا ان هو يا اما ايكوزاهيدرال دي، بص بقى الرسم ده ما حدش يتكلم عن الرسم بقى، ده انا قعدت قد ايه عشان ارسم لكم واطلع لكم رسمه جميله، تمام؟ ايكوزاهيدرال ده عامل زي، انت عارف الكريستالات، كلنا عارفين الكريستالات، تمام؟ ده في محلات محلات مخصوصه بتبيع الكريستالز دي، بتبيع على هيئه نجف، على هيئه اباجورات، على هيئه بتاع ده، يعني حاجات بنحطها بنزين بيها البيت والكلام ده. ابسط حاجه الكريستالز بتاع النجف، تمام؟ هي دي عامله زي بالظبط، اللي هي الايكوزا هيدرا، تمام؟ عباره، بص بقى، ايكوزا دي يعني 20، تمام؟ وهيدرا يعني فيس، يعني ليها 20 فيس، تمام؟ و12 كورنر، تمام؟ وكل فيس على شكل مثلث، لو ما عملكش دعوه بالرسمه انا رسمها لك، تمام؟ كل فيس على شكل ايه؟ على شكل مثلث. ايكوزا يعني 20، وهيدرا يعني فيس، تمام؟ هيدرال يعني ايه؟ يعني فيس، يعني عبارة عن شكل من 20 فيس، تمام؟ و12 كورنر، وبيكون على شكل ايه؟ مثلث، تمام؟ تراي انجل، تمام؟ ده بقى اغلب او كل الدي ان ايه فيروس، كل الدي ان ايه فيروس ما عدا البوكس فيروس. ده الوحيد الاستثناء مش ايكوزا هيدرال، وكمان معاه سب ار ان ايه فيروس، خد بالك احنا اغلب الفيروس اللي هنتكلم عليها هتكون ار ان ايه، تمام؟ وقليل اللي هيكون دي ان ايه. طيب فانت عندك الايكوزا هيدرال ده كل الدي ان ايه فيروس شكلهم الايكوزا هيدرال، تمام؟ ما عدا البوكس فيروس، وعندنا شويه من الار ان ايه برضه ايكوزا ايه هيدرال، تمام؟ عرفنا شكلها. طيب تاني شكل ليه الهيليكال، اللي هو الحلزون جاي من هيليكس كويل، اللي هو الملفوف ده، باين اهو ان هو الايه؟ الملفوف، تمام؟ طيب وده اغلب الار ان ايه فيروس، ها ميني ار ان ايه فيروس بيكون شكلهم هيليكال، تمام؟ طيب يبقى انا عندي الشكلين دول المعتمدين عندي، يا اما ايكوزا هيدرال يا اما هيليكا. ايكوزا هيدرال اللي هو زي الكريستاله دي، اللي هو كل الدي ان ايه ما عدا البوكس وشويه من الار ان ايه، والهيليكا اغلب الار ان ايه بيبقى شكلهم ايه؟ السيمتري بتاعتهم ايه؟ هيليكا، تمام؟ طيب جينا لقينا شويه فيروسز كده، كام اكسبشن كده، بنبص لقيناه لا هو ايكوزا ولا هيدرال. راح اتكلم معاهم قال لهم صباح الخير، صباح الخير، عاملين ايه، مش عارف ايه، هو انتوا ليه اشكالكم غريبه كده؟ لحد ما تحترم نفسك يا اخي، ايه اشكالكم غريبه؟ قالوا لا والله انا مش قصدي ان انا اغلط فيكم يعني ولا حاجه، بس انا بقول ان انتوا 20 واجي بقى و12 كورنر ومش عارفه اللي هو الهيليكس وال ايه ده؟ راح قال له ما انت جاي تتريق علينا، اما انت شكلك ايه بقى؟ قال له لا احنا انا اشكالي بسيطه. قالوا انت تستهبل، اشكالك بسيطه ازاي؟ يا تبقى معانا يا تبقى ضدنا. قال لهم لا انا مش انا لا كوزا هيدرال ولا هيليكا. قالوا انت هتقرفنا ليه؟ يا اخي امشي بقى وانت معقد. راحوا سموه ايه؟ كومبلكس، اللي هم الاستثناءات اللي غير الايكوزا هيدرال والهيليكا سموه كومبلكس. كومبلكس هنا مش جايه من الكومبلكسيستي اللي هو التعقيد، لا ده كومبلكس هنا جايه يعني من الديفرنت، يعني مختلف، عشان ما يجيش في دماغك ان كومبلكس معقد. بدليل ايه دليلك على الكلام ده؟ عندك اللي هو ده بريك شيب، اللي هو البوكس فيروس، البريك شيب اللي قلنا ان هو الاستثناء الاكسبشن بتاع الايه؟ الكوزا. البريك شيب هو البريك شيب دي يعني شكل الطوبه، الطوب بتاعنا اللي بنبني بيه. هو الطوبه دي شكلها معقد؟ معقد ازاي وانا عرفت ارسمها؟ يا لو معقده انا كنت عرفت ارسمها؟ لا طبعا.
الرسمة أنا أصلاً ضعيفة في الرسم، فتخيل أنا رسمها لك يبقى أكيد لازم تكون بسيطة، صح كده؟ يبقى هنا بريكشن ده شكل بلاش البكتيريوفيج، أما أظن ما فيش حد يختلف إن هو عارف شكل البكتيريوفيج، صح؟ هو البكتيريوفيج ده معقد؟ لا ده بالعكس سهل جداً. يبقى هنا كلمة كومبلكس معناها ديفرنت، تمام؟ بس هم طبعاً ما ينفعش يسموه ديفرنت، يسموه إيه؟ كومبلكس، تمام؟ يعني اللي هو الديفرنت. فانت يبقى عندك كلمة كومبلكس حط بين قوسين ديفرنت، تمام؟ يبقى انا عندي السيمتر بتاع الفيروس اللي مسؤول عن الكابسيد، ويا اما الكوزا هيدرا اللي هو كل الدي ان ايه فيروس ما عدا البوكس فيروس وشويه من ار ان ايه، الهيليكال اغلب الار ان ايه فيروس، عندك الكومبلكس اللي هو جايه من الديفرنت، تمام؟ الاختلاف عنهم، قالوا له روح وانت ايه وانت معقد كده يعني مختلف، لا عاجبك لا الايكوزا هيدر ولا الهيليكال، تمام؟ طيب كده خلصنا الكابس. طب تعالوا نروح لثالث حاجه في الاستراكشر واخر حاجه في الاستراكشر بتاع الفيروس. اول حاجه النيوكليك اسيد، ثاني حاجه الكابسيد، ثالث حاجه بقى الانفلوب، تمام؟ الانفلوب ماله بقى الانفلوب ده؟ الانفلوب ده بيقول لك عباره عن لايبو بروتين ميمبري، تمام؟ ماشي، هقول لك الجمله دي ومش عايزاك تتاخد مني كده لان انا مش هشرحها لك دلوقتي، ليه؟ عشان مش هتتاخد، هشرحها لك مع الفيرال ريبليكيشن، تمام؟ بيقول لك ايه؟ It is lipid protein membrane composed of lipids derived from host cell membrane during release by body. يعني ايه؟ مالكش دعوه بيها دلوقتي، تمام؟ هناخد منها الجزء اللي يخصنا المره دي والمره الجايه هنوضح الباقي كله، تمام؟ بيقول لك ان هو عباره عن lipid protein بيكون الليبيد الليبيد الجزء من اللي هو لايبوبروتين، يعني ليبيدوبروتين، صح كده؟ الليبيد ده بيكون واخده من الهوست سيل ممبرين وهو خارج بعد ما يخلص الريبليكيشن بتاعه ويكسر الخليه ويخرج، فبياخد الليبيد ده منها، تمام؟ طيب يبقى الانفلوب ده اهو او ده اللي حوالين الايه؟ اللي حوالين ده بقى بيحمي ايه؟ ده بيحمي الكابسيد، تمام؟ في النون انفلوب الكابسيد كانت بتحمي النيوكليك اسيد، تمام؟ وبتستقوى بنفسها، لكن هنا الانفلوب بيحمي بقى المكونات اللي جوه كلها، تمام؟ طيب لو انا جيت شلت الانفلوب ده خلاص يبقى انا كده خليت الفيروس ان اكتيفيشن، ازاي يعني؟ الله، ما هو اللي مسؤول عن الاورجان اوف اتاشمنت، الانفلوب نفسه اللي مسؤول ولا الجلايكوبروتين سبايكس؟ لا الجلايكوبروتين سبايكس، نسيت اقول لكم على حاجه في الكابسيد، خد بالك الكابسيد بما انه بروتين، البروتين بتاعه بما انه هو بروتين استراكشر فهو ده الجزء الانتيجيني، او هو ده الانتيجين اللي بتعرف عليه الاميون سيستم، لان احنا عارفين اغلب الحاجات الانتيجين بتكون بروتين، صح كده؟ يعني لما الكابس لما النون انفلوبد فيروس بيخش الجهاز المناعي بيتعرف على البروتين بتاعه على الكابسيد، فالكابسيد ده يعتبر انتيجينيك ايه استراكشر اللي بتعرف عليه الايه الاميون سيستم. طب هنا في الانفلوب بنقول لك ايه؟ هو الانفلوب نفسه ده هو ده اللي هو الاورجان اوف اتاشمنت، بيقول لك بص بقى ده انت عندك الانفلوب بيبقى فيه جلايكوبروتين سبايكس. الله، جلايكوبروتين، خلاص كده عرفنا البروتين، يبقى ده هو ده الايه الاورجان اوف ايه اتاشمنت، علاوه على ان هو ده الانتيجين اللي بيتعرف عليه الاميون سيستم عشان يكون مناعه ضد الايه ضد الفيروس ده، تمام؟ يبقى الانفلوب بيكون عباره عن لايبوبروتين ومعاه اللي هو الجلايكوبروتين سبايكس. نرجع للمثال بتاع الراجل اللي كان لابس الكود بتاعه، تمام؟ طيب الراجل ده قال لك ايه؟ موسوس شويه، فقال لك طيب يعني الناس هتبص لي بقى عشان الكود بتاعي حلو وكده لا يحسدوني، طب ما تيجي يا عم نلبس اي حاجه كده شكلها وحش عشان نغزي العين بيها، وفي ناس كتير بتعمل كده. قام لابس شوال، لبس الشوال، طيب لبس الشوال وقفل على نفسه جوه هيعرف يتعامل؟ لا مش هيعرف يتعامل. طب امال ايه؟ هو حمى نفسه بس منع نفسه من التعامل. قال لك ايه؟ لا، قال لك ده انا هفتح فتحه هنا كده عشان خاطر اتنفس واطلع منها حاجه اخد بيها النفس، وافتح فتحه هنا وفتحه هنا عشان اخرج ايدي، وفتحه هنا وفتحه هنا عشان اخرج رجلي، انا بس مش عايز ابين الكود بتاعي، لكن انا عايز اعرف اتعامل. الفتحات دي وان هو مخرج منها حاجات، هي دي الجلايكوبروتين سبايكس اللي بيعرف يمسك بيها ويتعامل بيها، تمام؟ بيتهيالي كده الامور وضحت. طيب الانفلوب ده فيروس بقى اللي هو اصلا احنا عايشين فيه دلوقتي اللي هو فيروس كورونا، ما هو ده انفلوب. طيب يعني عليه ايه؟ عليه غلاف من بره. طيب بسهوله هل يا ترى الانفلوب ده او الانفلوب الغلاف ده يعني حاجه خارقه بقى او سوبر مان او سبايدر مان او مش عارفه ايرون مان والكلام اللي هم عايشيننا فيه ده؟ لا،
الانفلوب ده بيقول لك ليس ستيبل، يعني انا اقدر اقضي عليه. ازاي؟ هو ما انا بقول لك ان هو عباره عن ليبت لايبوبوردين. طب ما تشوف لنا ليبت سولفنت، حاجه تدوبه، ديترجنت، منظفات. انت دلوقتي يعني خاوتين دماغنا، اغسلوا ايديك واغسلوا ايدك واغسلوا، ما كل ده اللي احنا كنا بنقول عليه من الاول ما حدش كان بيسمع. قلنا يا جماعه النظافه والطهاره والالتزام ان الشخص يكون نظيف على طول وعلى طهاره دائمه، كانوا بيعيبوا علينا ويقولوا انتوا راجعين ومتاخرين وما تعرفوش من الدين غير الطهاره وغير النظافه وغير احكام مش عارفه ايه. اما العالم كله هو دلوقتي صحيح كده. ده انا سمعت كمان يعني اللي هو مدير مركز الاوبئه في امريكا بيقول لك ان احنا يعني مش هنلجا لان احنا حد يصافح حد اصلا، يسلم على حد حتى بعد الكورونا. تمام؟ واغسلوا ايديكم كل شويه. مش ده كل اللي بقول عليه؟ بس المهم ان الناس وصلت في النهايه للناس رجعت تاني للنظافه والطهاره، صحيح كده؟ طب هو بيقول لك اغسل ايدك بالصابون دي، والصابون ده اصلا مش الصابون ده ديترجنت فيه ليبت سولفنت، صحيح كده؟ وانت لما هتغسل ايديك هتروح مبوظ الانفلوب بتاعك. تمام؟ يبقى انت خليته كده ايه؟ ان اكتيفيشن، صح؟ خليته انفكتيفيتي، ما يبقاش معدي، لان ايه؟ لقى الكبسيد لقى نفسه لوحده فمش هيقدر يعمل ايه؟ اتاشمنت، صح كده؟ يبقى انت خليته ايه؟ ملوش لازمه، تمام؟ عشان نبقى فاهمين اللي بيحصل حواليك. طيب، وقعدوا بقى يقولوا لك بقى في يعني بص عايز اقول لك ان في كميه هد ما حصلتش. ويقول لك بيقعد بقى على السطح 24 يوم، واللي بيقول لك بيقعد على الاسطح مش عارفه ليه يا عم الحاج؟ امال هو ايه باذن الله؟ ايه هو يعني؟ يعني هو بيطير بجناحات الكورونا ده؟ انا حاسه من كتر التهويل اللي بيحصل حوالينا، محدش ينكر ان هو بقى وفي ناس كتير جدا بتموت منه، ومش معروف هويته ولا معروف هو بيشتغل ايه وكل يومين بيشتغل ازاي في الجسم، وكل يومين والتاني الناس بتهبد وتقول كلام غريب، تمام؟ واحد يقول لك اصل عشان الجهاز المناعي، طب انا اعرف شخص اعرفه بعينه، شخص عنده 27 سنه، فاتي بيلعب رياضه، ما عندوش اي امراض والجهاز المناعي بتاعه شغال زي الفل، جاله كورونا اسبوع مات. وريني بقى سلمني على الجهاز المناعي، عمل ايه بقى؟ مفيش حاجه. واعرف اشخاص كبار وعندهم امراض الدنيا جالهم فيروس كورونا ولسه عايشين. يا جماعه بطلوا فتي وهالي. الناس اترعبت، الناس دلوقتي بقت بتموت من الخوف. الناس بتموت من الخوف، لو عنده شويه برد ممكن يموت من خوف ان هو عنده كورونا، ارحموا الناس شويه، تمام؟ يعني احنا مش عارفين الفيروس ده بيشتغل ازاي. ليه بقى؟ ده جندي من جنود الله، صح كده؟ ربنا مسلطه علينا عشان احنا نرتجع لربنا. ارتجعنا ربنا يرفع عننا البلاء، ما ارتجعناش هنفضل ناخد لحد ما ايه؟ لحد ما نرجع برضه، تمام؟ طيب، فيقول لك ايه؟ اصل ده بقى كورونا ده سوبرمان، يعني بيطير. انا حاسه من كتر الكلام زي ما قلت لكم ان انا الاقي حد بيخبط عليا على الباب اقول له مين؟ يقول لي ده انا كورونا. اقول له لا خش يا بابا تعال، انت عامل ايه واخبارك ايه؟ ولا اي حاجه يا جماعه، تمام؟ ده ابتلاء من ابتلاءات ربنا وربنا يعيننا عليه، تمام؟ هو بيقول لك اصلا ان الفيروس الانفلوب ده بيبقى سنسيتيف للليمت سولفنت، يعني بالصابون هتموته ومش عارفه بالحاجات اللي احنا بنستعمل الكحول. الناس افرطت في استخدام الكحول لدرجه ان الناس جلد ايديها وقع من كثر استعمال الكحول. غلط. كل حاجه تستعمل بنظام وبالراحه، ومحدش زي ما قلت لكم المره اللي فاتت هيسيبوا حاجه الا اللي مكتوبه له. تقبل قدرك بادب واسمعه، وتقبله بادب من اللي خلقك، تمام؟ ما مالكش حق الاعتراض. طيب، يبقى هنا الانفلوب سنسيتيف للايه؟ للليمت سولفنت، تمام؟ او الديترجنت او، تمام؟ طيب كده خلصنا الاستراكشر. تعالوا سريعا نشوف الكلاسيفيكيشن اوف فيروس. ازاي انا هقسم الفيروس؟ المحاضره النهارده سهله وبسيطه ومهضومه عن المهضومه عن المره اللي فاتت. الكلاسيفيكيشن اوف فيروس بيقول لك انا هقسمه بناء على الايه؟ سيمتوماتولوجي، يعني على الاعراض. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني مثلا زي حاجه اسمها نيوروتروبيك فيروس. تروبيك يعني جايه من تروبيزم، يعني يحب، يعني يكون لي افينيتي، يكون لي قابليه او يكون لي ريسبتور على اي جزء من الجسم، تمام؟ يعني يقدر يعمل انفكت للخلايا، تمام؟ يعني يقدر يمسك ويعمل انفكت للريسبتور، يقدر يمسك عليه. طيب تروبيك يعني تروبيزم، جايه من يحب. فاحنا بقى الناس بتوع لما نحب نعاكس حد نقول له والله انت ما تعرفش قد ايه انت تروبيزم في قلبي. ايه ده يا عم؟ قال لا مش لازم برضه نعاكس ونغازل بتخصصنا، اما ننسى لو تعرف انت ليك تروبيزم قد ايه في قلبي والله ما تسيبني ابدا، تمام؟ طيب يبقى تروبيك اللي هي ايه؟ جايه من يحب. واحد مثلا بيغازل حد، لا يا سلام لو تعرف التروبيزم بتاعتك في قلبي
مش هقول لك بقى. فكده مش هتنسوه تمام. يبقى اتروبيك يعني يحب، يعني ليه افينيتي، ليه قابليه. القابليه بتاعت اللي انت بتغزلها دي ايه؟ ان هي ليها قابليه عندك في قلبك، ليها مكان في قلبك، ليها ريسبتور تقدر ايه تخش وتقعد ايه فيه تمام. فتروبيك او تروبيزم يعني ليه افينيتي لاي جزء من الجسم، يقدر يمسك بالريسبتور، ليه ريسبتور على الخلايا دي يقدر يمسك فيه تمام. طيب فمن هنا هناك نيوروتروبيك يعني بيحب يصيب النيرف سيستم، بسموه نيوروتروبيك. انتيروتروبيك يعني بيحب يصيب الانتستين، ما احنا عارفين الانتيرو اند انست يعني بيحب يروح للانتستين. هيباتوتروبيك يعني بيحب يروح للليفر تمام. فالتقسيمه دي اولد كلاسيفيكيشن، دي تقسيمه قديمه تمام. كانوا بيسموا الفيروس او بيقسموه على حسب الاعراض اللي ايه اللي بيعملها او المكان اللي بيحب يروح فيه تمام. طيب يحب يروح يعمل انفكت فيه. طيب ده تقسيم. تاني حاجه اللي هي الايه الهيريتيكال ايه او الهيريتيكال ايه فيروسز. يعني ايه كلمه الهيريتيكال دي؟ يعني هرمي شكل الهرم. طيب ايه القمه بتاعت الهرم؟ الفيروس. انا عايز اقسم، هحط القمه بتاعت الفيروس وابتدي بقى اقسم دي ان ايه فيروس ار ان ايه. ده معقوله ان الدي ان ايه والار ان ايه دول مدخلهم ضمن التقسيم؟ امال ايه؟ ده انا قعدت اقول لك وقلبي اتنحر واقول لك نيفر بوث. ليه؟ ما من شده ان مستحيل يجتمعوا مع بعض الفيروس قدرت استخدمه في التقسيم. انا عندي احياء واموات، قدرت اقسم الاحياء دول مثلا لاباء واجداد مش عارف، والاموات دول للمنطقه الفلانيه انا قدرت اقسم صح كده. يبقى انا هنا عشان عمرهم ما يجتمعوا مع بعض، لا الاحياء ولا الاموات يجتمعوا مع بعض، قدرت اقسم انا على كده. انا عندي برضو الدي ان اي والار ان اي ما يجتمعوش مع بعض فاستخدمتهم في التقسيم تمام. شفتوا اهميه ايه ان احنا بنقول نيفر بوث. طيب هستخدم احط ايه بقى؟ هقسمهم فاميلي وصف فاميلي، يعني ار ان اي ودي ان اي. طيب اشوف بقى الار ان اي دبل ستراند وسنجل ستراند، الدي ان اي سنجل ستراند دبل ستراند، وبعد كده اخد كل واحد بوزيتيف سينس نيجاتيف سينس تمام. طيب اخد كل انفلوب ولا نون انفلوب، بص كل مره ده عمال القاعده توسع اهو تمام. فعشان كده بقول لك شكل هرم ابتدت ضيقه بالفيروس وابتدت الايه البيس بتاعتنا ايه توسع لان عمالين نقسم. ها بنقسمها دي ان اي وار ان اي. ها الفايرال ريبليكيشن استراتيجي، معنى كلمه فايرال ريبليكيشن استراتيجي يبقى معنى كده ان انا عندي ديفرنت استراتيجي للفايرال ريبليكيشن صح كده، وهنقولهم المره الجايه ان شاء الله. بص السيمتري اوف كابسيد، ها نقدر نقسم برضو ايكوزا هيدرا هيليكال كومبلكس صح كده، مش كل دي تقسيمه. طيب بريسنس اوف اور ابسنس الانفلوب زي ما قلت لكم، انفلوب ونون انفلوب تمام. طيب يبقى اول تقسيمه سيمتوماتولوجي على حسب التروبيزم زي ما قلت لك، ايه يا جميله اللي معدي يا ابو تروبيزم في قلبي تمام. طيب شوف التروبيزم هو بيحب ايه فبيروح له، فسميناه على اساس المكان اللي بيحب يعمل فيه انفكت تمام. نيوروتروبيك انتيروتروبيك هيباتوتروبيك تمام. طيب الثانيه اللي هي الهيريكال فيروسز اللي هي التقسيمه الهرميه زي ما قلنا، نبتدي بالفيروس وبعد كده فاميلي او صف فاميلي دي ان اي ار ان اي بوزيتيف سينس نيجاتيف سينس انفلوب نون انفلوب الفايرال ريبليكيشن استراتيجي مش عارفه وهكذا، نفضل نوسع في البيز في البيز لحد ما تبقى ايه على شكل هرم. ثالث حاجه بقى في التقسيم بالتيمور كلاسيفيكيشن. بالتيمور دي سيتي فين؟ في امريكا، دي مدينه في امريكا تمام. طيب بيقول لك دي بقى ايه؟ قسمه بيست اون فايرال ريبليكيشن استراتيجي. فايرال ريبليكيشن استراتيجي زي ما قلت يبقى معنى كده ان في ديفرنت استراتيجيز للايه للفايرال ريبليكيشن. تقريبا هم 6 أو 7 مجموعات من الريبليكيشن هوضحهم لكم المره الجايه ان شاء الله. باستفاضه هنتكلم عن الفيرال ريبليكيشن كاننا قاعدين مع الفيروس وهو بيريبليكيت. ليه؟ عشان نبقى حاطين الاساس بتاعنا صح، وبعد كده لما نخش في الفيرولوجي بقى نتكلم عن هيباتيتس فيروس ومش عارفه عن ايه يعني ايه، نبقى واحنا بنتكلم عندنا الباك جراوند بتاعتنا سليمه. ما نجيش نرجع واحنا في النص حد يقول لي طب هو بيعمل ريبليكيشن، اقول له لا ده احنا قلنا كذا كذا، نبقى عارفين وعندنا باك جراوند قويه عن الفيروس عشان نعرف نشرح فيه بعد كده تمام. بتهيألي الحلقه بتاعت النهارده او المحاضره سهله استراكشر، وبعد كده الكلاسيفيكيشن. المره الجايه ان شاء الله ميعادنا مع الفيرال ريبليكيشن. الكومنتس بتاعتكم بسطتني جدا جدا جدا، الناس اللي اهتمت وردت عليا في الكومنتس اتبسطت بيهم جدا وبتعليقاتهم. اشكركم جدا لان التعليقات دي بتفيدني انا نفسيا جدا، بتخليني عندي باور ان انا اكمل لكم وان انا اطلع كل اللي عندي تمام. متشكره لكم جدا، وكده خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.